معكم المقدم هلال للجمعيه المغربيه للفنون الشعبيه بمدينه اكادير. حنا كنحيوا اليوم السهره ديال رمضان، ليالي رمضان، في ساحه فطال برج حدا سينما صحراء. اليوم كانت المشاركه ديال الجمعيه حاضره مع المجلس البلدي. كنشكر المجلس البلدي اللي عطانا هذه الفرصه هذه، منهم الرئيس عزيز اخ النوش ولاله الزهره اللي مكلفه بالشؤون الثقافيه في مدينه اكادير. وحنا الاهم ديالنا هو غيروا الاعلام الفن، هذا الفن هذا. حنا تبارك الله خدامين قدام الساحات بزاف، وحنا هذا عزيز اخ النوش جاب لنا المورود الثقافي في مدينه اكادير، وانا كنطلب من الناس المسؤولين يعاونونا ويعاونوا هذا المورود. ما بغينا حتى واحد مازال يتصبصر فينا، حنا بغينا نخدموا لهذه المدينه هذه. ومن الحرقه تشوف دابا تبارك الله الدراري عيساوا طوبول اسم كان. وحنا كنشكركم انتم الدار الصحافه اللي كتشجعنا، وكنشكر كاع الناس اللي كتشجعنا من الزهره، من الناس اخ النوش اللي حيا المدينه. وحنا بغينا نحيدوا دوك الناس اللي كيهضروا على هذه المدينه خايبه. وشكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم. سارة المنشودين نائبا الرئيس رئيس الجامعة أكادير الشؤون الثقافية المحافظة على التراث. غير كلي تزرى ضيضات إن شاء الله، غنبدو ليالي رمضان اللي راهي لي أكادير إن شاء الله. ركزي لين يات المجموعة عن الساحات، راح نشط المجموعة عن الفرق الفولكلورية التراث المغربي أكادير. شاركت ايضا الفرق المدح والسماع اللي راهي لي المركبات مجموعه الغكاد الساحات أكادير، جوج ساحات نسايس حتيكيوين، ساحات الوجهه الداخله تاع البرج، المركبه الثقافيه اللي غادي ندير مجموعه المسرحيات ان شاء الله. ايضا غادي لينت مسابقة تجويد القرآن بالنسبة لتمغارين، بالنسبة لدريت مصينين نيم حضار نتمسكيت. ردي لينت كاد الفطور جماعي، رد نسكر مأكرة المدرسة العتيقة. مسابقة لكن نيح تجويد القرآن تيم حضار دريت مصينين تمغارين، خصوصا العمد رنسكر حفظ القرآن بالنسبة الأفارقة اللي لنا ندار أكادير، يعني الجالية الأفريقية المسلمة اللي لنا أكادير. إذا هي المجموعة الأنشطة إن شاء الله رات متنوعة أكادير، كيس ما هو ترفيهي ما هو ديني. إن شاء الله رنتيني نايت أكادير تفوق نتفجيج، خصوصا ينعمينا يا رمضان مع الجائحة كورونا نمسك نغمى كل شيء حتى قمان حتى كل شيء. إذا رنتيني نايت أكادير مرحبا بيكون فوق غادات ندير الأنشطة جميع الأسرة المغربية، يعني راه تفرج إن شاء الله. إذا رمضان كريم، نيت مازيرت أكون يحفظ ربي أتفلاح يسكسم ربي الشهر الخير لهنا راحة البال. مساء الخير عليكم. اليوم كنحضروا اليوم الحفل الافتتاحي الأيام الثقافية أو الليالي الثقافية الرمضانية اللي كتنظمها جماعة أكادير، جماعة الجامعة الحضرية لمدينة أكادير، واللي كتشرف عليها مصلحة الثقافة، مصلحة شؤون ثقافية اللي كترأسها السيدة زهرة المنشودي. لها كل الشكر من هذا المنبر هذا، لأن صراحة هذه الأنشطة ولا هذا البروغرام اللي تحط في الليالي الرمضانية رجع الروح لمدينة أكادير، رجع الحياة، رجع الحيوية. صراحة افتقدنا هذه الأجواء وتوحشناها، ورجعوا الروح لمدينة أكادير، وخصوصا هذه الساحة ديال طال برج، ساحة سينما صحراء. شكرا. أجواء جميلة في مدينة أكادير، فهمتي، وحنا عازمين الدراري يزيدوا واحد الشيء، فهمتي، في هذا المجهود هذا. وتحية لولاد الوفا. السلام عليكم الخوت، عواصر مبروكة، رمضان مبارك سعيد. هذه المدينة ديال أكادير من أنقى مدينة في العالم، والتحية لواد الوفا واحد واحد فين ما كانوا، والأجواء ديال رمضان هما اللي كتشوفوها هنايا. السلام عليكم، رمضان كريم لكاع الساكنة ديال المغرب، و فكاع الساكنة ديال المغرب، وخصوصا بالنسبة لأكادير، بالنسبة لنزكان، بالنسبة لتيكيوين، المهم سوس مصادرها. بالنسبة لهذا الأنشطة، الأنشطة اللي هي تقليدية، اللي هي تقريبا عندنا تقريبا مورود
واني تقريبا نقدروا نقولوا نسينا واحد الفتره اللي هو تقريبا كيكون عندنا تقريبا غير بحال رمضان بحال العيد الكبير بحال لا خصنا بالنسبه بحال هذا المولود كيجمعنا كاملين وكنفرحوا به. هو تراث عندنا قديم خصو تقريبا نمروه يمر من جيل لجيل باش تبقى واحدة التقاليد اللي تقريبا مركزين عليها بالنسبة للآباء والأجداد، وكنبقاو غاديين في واحد النمط اللي ما نقدروش نساو هاد الأمور ديالنا. أي ثقافة كما بتكون النوع ديالها في العالم كله إلا وتقريبا كنلقاو بالناس بنا كيحتفلوا بها. بون علاش حنا ما نحتفلوش بها بوندون تقريبا أموا دوموا نحتفلوا بهذا المولود اللي عندنا في المنطقة ديال في المناطق المغربية كاملة، ماشي نقتصروا بالنسبة على حساب بالنسبة للمسائل الشعبية بالنسبة للعيد الكبير رمضان عاد حنا نحتفلوا، خصنا نحتفلوا بهذه الأمور عندنا حيت هما ديالنا، ماشي أنا تقريبا اكتسبناها ولا شفناها ولا يلا وروا لنا، هذا الشيء كبرنا به وعرفناه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.